تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار فصل أول النموذج الثاني في مادة اللغة العربية، سنقوم بحله معا. السند، نقرأ السند. غرس الأب شجيرات في حديقة البيت، وكان يعتني بها وينزع منها الحشائش الضارة. فقالت له سهام: أراك دائم الاعتناء بهذه الشجيرات يا أبي. الأب: أعتني بها لأنها تعطينا الفواكه ولها فوائد أخرى، فهي تعطينا الثمار والظل والخشب وتزين الطبيعة. إذا نشرح السند. غرس الأب شجيرات في حديقة البيت. الأب غرس أشجار صغيرة، شجيرات في حديقة، حديقة المنزل البيت. وكان يعتني بها، كان يهتم بها، وينزع منها الحشائش الضارة، الحشائش غير مفيدة للشجيرات ينزعها. فقالت له سهام، سهام ابنته، أراك، قالت ابنة لأبيها، أراك دائما الاعتناء بهذه الشجيرات يا أبي. قالت لها: أراك دائما تهتم بهذه الشجيرات وتعتني بها. فأجابها الأب: أعتني بها لأنها تعطينا الفواكه. لماذا يعتني بها الأب؟ لأنها تعطينا الفواكه ولها فوائد أخرى، ولديها فوائد كذلك أخرى، فهي الشجيرات لما تكبر فهي تعطينا الثمار، الظل والخشب، وكذلك تزين الطبيعة، كلها فوائد الشجر. إلا لدينا الأسئلة. البناء الفكري، أسئلة دائما متعلقة بالسند. دائما قبل أن أجيب أبحث في السند. أولا، اختر عنوانا للسند ولونه. إذا أختار عنوان للسند، هذا هو السند، أختار عنوان مناسب. لدينا الشجرة، المدينة. هل السند يتحدث عن الشجرة أم يتحدث عن المدينة؟ أحسنتم، يتحدث عن الشجرة. اختر عنوانا ولونه، إذا ألون. السند يتحدث عن الشجرة، ألون الشجرة. واصل. ثانيا، حوّت الإجابة الصحيحة. إجابة صحيحة وحوّت. يعتني بها، هل معناها يرعاها أم معناها يقطعها؟ دائما نرجع إلى السند. غرس، نبحث عن يعتني بها. غرس الأب شجيرات في حديقة البيت وكان يعتني بها. يعتني بالشجيرات، هل معناها كان يرعاها أو يقطعها؟ أحسن، كان يهتم بها، إذن كان يرعاها. يعتني بها معناها يرعاها. أحول إجابة الصحيحة. سؤال ثالث، استخرج من السند، دائما من السند، فائدتين للشجر. فائدتين، اثنان. فائدتين للشجر، إذن واحد اثنان. دائما بناء الفكري من السند. غرس الأب شجيرات في حديقة البيت وكان يعتني بها وينزع منها الحشائش الضارة. فقالت له سهام: أراك دائما الاعتناء بهذه الشجيرات يا أبي. أبحث عن فوائد الشجر. الأب: أعتني بها لأنها تعطينا الثمار، تعطينا الفواكه، هي فائدة، ولها فوائد أخرى، فهي تعطينا الثمار فائدة، والظل فائدة، الخشب كذلك من فوائد الشجر، وتزين الطبيعة. المطلوب هو اثنان فقط. إذا نكتب مثلا: تعطينا الثمار، نختار اثنان. نختار مثلا: تزين الطبيعة. اخترنا فائدتين للشجر: تعطينا الثمار وتزين الطبيعة. نواصل. أن ننتقل إلى البناء اللغوي. أضع هذا، تلك، لن، الآن في المكان المناسب. إذا لدينا كلمات هذا، تلك، لن، الآن، نضعها في مكانها المناسب. أعجبتني الصورة. أضرب زميلي أبدا. أذهب إلى المدرسة. أحمد يراجع دروسه.
إذن أعجبتني الصورة مؤنث، اسم مؤنث، أعجبتني أحسنتم تلك الصورة. أعجبتني تلك الصورة. أضرب زميلي أبدا، أضرب زميلي أبدا، لا أضرب زميلي أبدا، أختار أحسنتم لن أضرب زميلي أبدا. نواصل. أذهب إلى المدرسة، هذا أذهب إلى المدرسة، الآن أذهب إلى المدرسة، جيد، الآن أذهب إلى المدرسة، الآن أذهب إلى المدرسة. أحمد يراجع دروسه، أحمد مذكر ولد، هذا أحمد يراجع دروسه. لنعيد قراءة الجمل. أعجبتني تلك الصورة، لن أضرب زميلي أبدا، الآن أذهب إلى المدرسة، هذا أحمد يراجع دروسه. واصل. اثنان. أضع الضمير أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتمنا في المكان المناسب، هذه ضمائر، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتمنا، أضعها في المكان المناسب. تراجعون دروسكم، ماذا نختار؟ أحسنتم، أنتم تراجعون دروسكم، أنتم تراجعون دروسكم. تراجعين دروسك، أحسنتم، أنت تراجعين دروسك. تراجع دروسك، جيد، أنت تراجع دروسك. نواصل. تراجعان دروسكما، أحسنتم، أنتما تراجعان دروسكما. تراجعن دروسكن، أحسنتم، أنتن تراجعن. إذا نراجع، أنت تراجع دروسك، أنت تراجعين دروسك، أنتما تراجعان دروسكما، أنتم تراجعون دروسكم، أنتن تراجعن دروسكن. ثالثا، أعد كتابة الجملة. أنا أقفز بالحبل، أنا أقفز بالحبل، نحن ضمير نحن، أنا أقفز، أحسنتم، نحن نقفز بالحبل. أنا أقفز بالحبل، أنت تقفز بالحبل، نحن نقفز بالحبل. رابعا، أرتب الكلمات لأكون جملة مفيدة. لدينا الكلمات في، الأواني، الأم، الحوض، تغسل. عند الكلمة الأولى لكون جملة مفيدة، تغسل، أحسنتم، تغسل. تغسل، من الذي تغسل؟ التي تغسل، أحسنتم، الأم، تغسل الأم. في الأواني الحوض، ماذا تغسل؟ أحسنتم، الأواني. تغسل الأم الأواني، نواصل، جيد، في الحوض. نراجع الجملة، تغسل الأم الأواني في الحوض. وهكذا تحصلنا على جملة مفيدة. انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.